الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوان، رجعنا لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو خاص بأجوبة الأجوبة النموذجية لمادة اللغة الإنجليزية الصف الثالث متوسط الدور الثاني العام الدراسي 2022. السؤال الأول: القطعة الخارجية. هذا جوابه، جواب القطعة الخارجية. إذن 6 نقاط، هذا جوابهن. لا تنسون الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو حتى يوصلكم كل ما هو جديد من قناتنا، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة يا الله. هذا الأول. السؤال الأول بي اللي هو صح وخطأ، أيضا هذا جوابه، هذا الجواب. السؤال الأول سي، معنى هذا جوابه. السؤال الثاني، جواب السؤال الثاني أي، هذا جواب أيضا. هذا جواب 6 نقاط، تركون واحدة. طبعا لا يوجد ترك بأسئلة الإنجليزي سؤال كامل، وإنما ترك ضمن فقط. السؤال الثاني ب، السؤال الثاني بي هذا جوابه، اختيارات. السؤال الثالث، السؤال الثالث اي، ايضا هذا جوابه، هذا جواب السؤال الثالث اي. السؤال الثالث بي، السؤال الثالث بي هذا جوابه، هذا جوابه. السؤال الثالث سي، الاختيارات مع القواعد، هذا جوابها. أولى سي، ثانية اي، ثالثة اف، الرابعة بي، والخامسة اي. عندنا السؤال الثالث دي، التنقيط. طبعا ذن درجات التنقيط، 5 درجات على الاولى اللي هي الاي الكابيتال اف، الاي الكابيتال. الاي الثانية ايضا عليها، وبعد هنا كوما او اكو فارزة يم بليس، هذا واي هاي الوسط قبل وولد، هاي اي هم تصير كابيتال، والنقطة. ذن 5 نقاط، ذن 5 درجات ب5 نقاط. عندنا السؤال الرابع اي، السؤال الرابع اي هذا جوابه ايضا، هذا جوابه. بعدنا السؤال الرابع بي، السؤال الرابع بي هذا جوابه. إن شاء الله الأسئلة سهلة. هذا جوابه. وهذا الخامس اللي هو الأغلب راح يجاوبون الإنشاء، الوحدة الخامسة، البرنامج التلفزيوني. هذا وطبعا هذان الكلمات اللي جايبيهن ضمن الإنشاء، الكلمات اللي جايبيهن إنكم واستعينوا بيهن. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة. لا تنسون الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو. في أمان الله.